عندي ليكي خبر زي الفل. هنسافر باريس انا وانتي ورنا. في دكتور هناك بتابع حالتها. حضري نفسك. مش عارفة يا ملك، هي ورقة من مكتب محامي معلهاش أختام ولا أي حاجة رسمي، يعني من الآخر كده مش إنذار، فاهمة قصدي؟ واللي جايبة مش محضر، ده موظف عند المحامي ده. طب اديهالي بس أتكلم معاها، أتكلم معاها بس دقيقة واحدة. بصي يا ستي، مكتوب إن موكله خالد عبد اللطيف الليسي هياخد الإجراءات الرسمية لمنع زوجته السيدة مريم لطفي الجرحي من السفر. ايه؟ وعارف منين ده؟ ده احنا لسه فاتحين الموضوع ده بس امبارح بالليل. ماشي، ابعتي الورقه اللي جات لك لاستاذ جلال المحامي وقولي له مالك مستنيه تفتي. طب اديهالي بس اتكلم معاها، اتكلم معاها بس يا واحده. عايز ايه رامي بس؟ انا مش فاضيه له يا نهى. قولي له ركز في الشغل ويسيبه من لت النسوان بتاعه ده. لا مش محتاجة اعتذارات، خلاص نسينا اللي عمله وانتهينا. ماشي ماشي، سلام. رنا حبيبتي اطلعي شوفي لي مريم صحية ولا نايمة، ولو صحية تنزلي على طول. وانت استنيني في اوضتك حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك انكل نديم. أنكل نديم؟ احفظي مامي، اسمه بابا نديم، بيزعل من أنكل. طيب سوري سوري، حضري البلاي ستيشن اللي جابها لك بابا نديم عشان نلعب جيم مع بعض، بعد كده نحضر شنطنا. بس الأول جاهزة للهزيمة؟ نعم جاهزة للهزيمة. طب ايه رأيك بقى ان مامي ما بتتهزمش؟ هنشوف. انت بنت متأكدة ان عندك 6 سنين بس؟ وبعدين هما 6 سنين دول قليلين. لا مش قليلين. روحي انتهي لي مريم. يلا حاضر. نفسي اعرف الزفت اللي ياسي عارف انها مسافرة منين. تقعد وراها ان ما كانتش هي اللي قايلاله. البت دي ما بيجيش وراها غير المصايب. ربنا ياخدك انت وهو في يوم واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ايه؟ بيشم على ظهر ايده؟ انا وانت بس اللي نعرف الموضوع ده، ما كانش فيه تالت بينا. عرف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقعه السودا دي انا مش عايزه فضايح، مش عايزه نديم يعرف عن الليسي بتاعك ده. انا شكلي هيبقى زباله قدامه. هقول له باسبورك ضاع. باسبورك ضاع ايه؟ ده يجيبه في ساعتين. بقى ما قلتي له مش ها؟ عارف لوحده. ماشي يا مريم، هعمل نفسي مصدقاكي. لما ارجع من السفر ليا كلام تاني معاكي. ماشي. ايوه يا استاذ جلال، وصلتك الورقه؟ طب وبعدين هو فعلا ينفع يمنعها من السفر؟ كنت متاكده من اجابتك دي. لا لا لا، حلول وديه ايه بقى؟ هفكر في الموضوع ده لما ارجع ان شاء الله. ماشي، باي باي.
قولي لنا حل يا ست مريم. تقعدي؟ ماشي، أنا هسافر وأنت تقعدي، بس مش هينفع تقعدي هنا لوحدك. شكلها مش لذيذ يعني إن أنا أسافر وأسيبك هنا، ولا أنت ليكي رأي تاني؟ أنا رأيي تاخدي سادة وتروحوا البيت. بس هقول إيه لنديم؟ أعصابي، أنت جننتيني، جننتي أمي. مفيش وقت للحلول والقرارات. خلاص اقعدي هنا يا مريم. بس هقول لنديم ايه؟ هقول له اي حاجه بقى. عندك امتحانات دبلومه، عندك علاج مع دكتور، عند اي حاجه، بس المهم ما يعرفش. يلا يا مامي بقى. ايوه يا حبيبتي. جاية جاية حياتي. نفسي مرة واحدة مرة واحدة تعملي حاجة صح في حياتك. على طول انت تغلطي وانا ادفع الثمن. انت على طول متعصبة عليها كده؟ اعمل ايه بس يا رنا؟ ده انت يا حبيبتي بتسمعي الكلام اكتر منها. بس هي طيبه. طيبه اه، ما انا عارفه، بس بتعمل حاجات تغيظ. مين اللي بيكلمك؟ ده بوبي. طب قفلتي عليه ليه؟ اصلي بصراحه مش عارفه اقول له ايه. قولي له اني ولا اقول لك؟ لا تقولي ولا تعيدي. ما تردش عليه خالص لحد ما نسافر. كلميني أول ما توصلي. مالك؟ معرفش مالي نديم، قلبي مقبوض. من ايه؟ حصل حاجة مع مريم؟ لا بالعكس، دي أول مرة أحس إنها بتحبني. معرفش مالي. يا روحي كل حاجة هتبقى كويسة. You don't worry at all. باي باي. باي باي يا روحي، باي باي يا روحي. يا روح بابا نديم، باي 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 باي. تروحي وترجعي بالسلامة. يا ريت، عشان أنا زهقت من المستشفيات والحقن والأدوية. عايز ارجع زي زمان واروح المدرسه. هنروح المدرسه وهنعمل كل حاجه حلوه ان شاء الله. يلا خدي بالك من مامي. اطلع يا حبيبتي. هتوحشيني. وانت كمان. تكلميني اول ما توصلي، تصحيني ان شاء الله الفجر. خد بالك من نفسك. انت تاخدي بالك من نفسك. أكيد ما تقلقش. بس يا حبيبي أحبك. وحشني. أنتِ كمان. باي باي. كله تمام؟ محتاجة حاجة؟
عايزاني؟ خير. سر؟ مش عايز حد يعرف؟ طب اتفضلي. اتفضلي. احكي لي يا ست السر. ليه مالك ما قالتليش حاجة زي دي؟ ليه تخاف انت ما عملتيش حاجة غلط؟ انت متجوزة؟ طيب مش هقولها. أساعدك طبعا. مش انت سمعتيني بكلم أميرة تكلمه عشان يجي للمكتب؟ طيب اوكي هطلقك منه. كل المعلومات اللي طلبتها عنه جت لي. طمني. اوكي؟ مستر نديم خالد بيه. ميرسي يا أميرة. اقعد يا خلودة. ازيك يا نديم بيه؟ ازيك؟ واحدة اهو من دول. أنا مبسوط يعني بصراحة إن أنا قابلت حضرتك يعني قبل ما أسافر. أنت عارف الواحد بقى عنده مشاغل كتير جدا الفترة دي. أنت مسافر عند عمتك في الزقازيق ولا إيه؟ عمتي؟ عمتي مين؟ عمتك عيشة. أخت عمك حسن الليثي محتكر المقاولات في الشرقية. أخت أبوك عبد اللطيف الليثي بتاع السيراميك. واضح إن أنا لبستني من أول يوم. يا فندم؟ لا مفيش حاجة. أنت ابن عبد اللطيف ولا لا؟ أو حضرتك تعرفه؟ أعرفه طبعًا وأعرف مراته كمان. وأوعى تكون ابن عفاف. لا عفاف لا. لا عفاف دي تبقى مرات أبويا يعني. أمي توفت وأنا صغير وبعدين هو اتجوز عفاف على طول. الله يرحمها كانت ست عظيمة. لو كانت عايشة كانت حاجات كتير في حياتك اتغيرت. طبعًا. طيب انا عارف مواعيد ضيقه فالواحد لازم يلحق يعني يمشي وبعدين اقعد احنا لسه ما كملناش. لسه ما كملناش بس هنقول ايه يعني احنا هنقول ايه لو يعني واضح حضرتك عارف كل حاجه. حضرتك بتقول لي عمتي وعفاف والشرقيه والسيراميك فيعني واضح حضرتك عارف كل حاجه. هو انت دمك خفيف واكيد ده اللي حبب مريم فيك. مريم الورقه اللي قدامك دي فيها عنوان المأذون. هتروح له وهو مرتب كل حاجه فاضل امضتك بس. امضتي؟ هتطلق مريم. طب احس ان الموضوع كده بقى. حضرتك بيزنس مان وعارف ان الحاجات دي ما تتمش الا بتمن. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه عشان انا لو سمعت اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى لازم ارد وانا لما ارد برد من غير كلام.
طبعا اذنك. على فكرة انت عندك حق، كل حاجة بتمن طلاقها قصاد حياتك، واعتقد ان ده تمن غالي. اهلا يا مريم، انت صاحيه؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجاه. ورقه طلاقك. طبعا. أكل؟ ميرسي. أنا اتعشيت بره، متشكر جدا. مبروك. تصبح على خير. ايوه ايوه مريم. افندم صرصار فين؟ صرصار عندك في الاوضه؟ طب تعالي وريني. هيجي منين الصراصير عندنا بس؟ فين؟ انا مش شايفها. هنا على السرير؟ مفيش حاجة. مريم مفيش حاجة، مفيش حاجة. تصبحي على خير.
صباح الخير. مريم عايز اكلمك في موضوع. الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش. ما فيش حد تاني هيعرفها. اخت ملك تبقى اختي. وملك مراتي بحبها وهفضل احبها. انت عارفه؟ انا زمان كان نفسي يبقى عندي اخت سري يكون معاها. تشكي همومها واحكي لها على مضايقني. لما اتجوزت ملك انبسطت قوي انك موجود واعتبرتك اختي. فرحت قوي ان عندي عيله. مفيش فكرة ببقى مبسوطة قد إيه وملك قاعدة على يميني وإنتي ورانا قاعدين على شمالي. مفيش أحلى من كده. عن إذنك لازم أروح الشغل. أفندم. عايزة تمشي؟ سافري. طيب تروح الملك؟ هي كان نفسها تبقى معاه. خلاص فورا احجز لك تذكرة. استوعديني لما ارجع لك صوتك اخوك يكون اول واحد يسمع صوتك. بعد اذنك.